انا حقي شخشبو واشفر شيه واشالي طراحة شدفه واتي وبردو واشالي لا في طباخه شطبخ لي قال الشاهي اشالي لا في قال الرز ولا حاجه وجبتون. انا مصلحه على صندوق حقت ناسحي ماني ما جاهله مريضه دارين بها وكلون يقول لك اشي بيتك وروحي فين اروح من لي كده احنا شيوب انا وزوجي يا جماعه ما في معنا شيء ولا معنا حتى ناكل زي الناس. نحن في المخيم نجد صعوبه كبيره في معاناه الناس، نحاول التخفيف من معاناتهم الا انهم نعاني اكثر من السلات الغذائيه ونرفع الوحدات التنفيذيه، وما نقدر نقول الا ان الوحدات التنفيذيه قد تكون تعمل اللي عليها بس نتيجه الضغط على باقي المخيمات والتعداد السكاني ونسبه النزوح في تزايد. الناس تعاني كثيرا، نرجو من الجهات المختصه لفت النظر حول وضع الناس في المخيم وتخفيف معاناتهم. الله لا غير عليكم حال، اشفقوا في حين وارحموا، احنا اخوانكم المسلمين. الله يفرج همكم ان شاء الله، الله لا غير عليكم حال، انظروا لحنا احنا مساكين ومشردين من بلادنا ومشردين من بيوت احنا طابرا احنا مشتتين. ابو ان احنا خير فعل الخير وتجملوا في عيني قائمه وبحنا الله يقيمكم في كل لحظه وكل حين، والله دحنا عندكم كل شر وكل بلاء.